التوقيت، تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. تلاقي الهجوم من دي بروين، محمد صلاح ولعب الشوت، يا رب كرة في العارضة، ويلفريد زاها، هيكتور بيلارين، فرصة للتقدم أمام مارسيال، محاولة تنتهي، الدفاع يستخلص الكرة، كريستيان إريكسن يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم، عرضية تصل إلى الصندوق، كرة بتبعد من مناطق الخطر، نقل ممتاز للكرة، غياب كبير من الدفاع في التغطية، شوف الكرة مع المهاجم الآن، ويلفريد زاها، انطلاقة في الهجوم، مرور ممتاز من خط الدفاع، مارسيال في تسلل احتسبها الحكم، وبالتالي هدف غير سليم في اللقطة الماضية. لروا الثاني وينطلق بالكرة في الأمام، مارسيال هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة، الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. هيرنان كريسبو كايل ووكر وينطلق بالكرة إلى الأمام، الحكم بيطبق مبدأ إتاحة الفرصة واللعب يتواصل، كرة خارج السيطرة، جميلة الكرة البينية، الله على النظرة، فرصة هدف في هذه اللحظات، سافرة من حكم المباراة ومخالفة واضحة. هيرنان كريسبو، كين تمريرة بالخطأ بيخلصها بدون مجهود، تلاقى بالكرة لمحمد صلاح، تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة، يبعد الكرة بعد هذا التدخل، أنطوني مارسيال، ليرو ساني يهرب بالكرة مر فيها وتصويبة خطيرة، الله الله الله، على الكرة، على التعامل، على الأناقة، على النهاية، يا عيني عليك يا عيني عليك، الكرة من اللاعب البديل يزور الشباك ويسعد المدرب بعد دخوله في هذا اللقاء، هو عارف وين يوقف وين يتمركز كيف يتصرف ويخلي الشباك تهتز، ويلفريد زاها، فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة، الحارس يضربها بقبضة يده ويبعدها، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم، الحكم بيضيف دقيقتين للمباراة، فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات، الكرة بالخطأ تنتقل إلى الخصم، ويلفريد زاها، كرة بينية فيها خطورة الآن، بيسقطها من فوق حارس المرمى، الكرة في المرمى، يضعها ويسجل هدفه الثالث. هاتريك لهذا اللاعب الكبير، لقطة رائعة جدا، حاول الحارس أن يتقدم بأن يغلق الزاوية لكن تشب من فوق حارس المرمى، لا أعتقد بأن هناك من كان يتوقع بأن ينتهي شوط المباراة الأول بهذه النتيجة، مفاجأة كبيرة جدا.
ندخل إلى شوط المباراة الثاني. المباراة واضح أنها تقريبا منتهية خاصة بهذه النتيجة العريضة في هذا اللقاء. سيرجي جنابري، تدخل لاعب يفقد الكرة. محمد صلاح، كيفين دي بروين، هاري كين، كريستيان إريكسون. حاول لمفاجأة الحارس من مسافة بعيدة لكن وصلت سهلة، ما شكلت أي خطورة على المرمى. مرتدة ممكن تكون سريعة، تحكم ممتاز، ينطلق بالكرة، الله على المهارة، والآن تتحول إلى ضربة مرمى. شوط أول مثالي بالنسبة له، قدم أداء خرافي، 45 دقيقة مثالية كانت. تمكن من تسجيل هاتريك في الشوط الأول. ساعد بيلعب لكرة، الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة. كانتي، ويلفريد زاها، يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. كانتي، تمريره، مارسيل بيلعبها بانتظار تنفيذ الركنية. ركنية ملعوبة في تصدي رائع من ديخية بقبضة يد. ساديو ماني، كين، مباراة من طرف واحد على عكس كل التوقعات. نظريا كنا نتوقع بأن نشاهد مباراة متكافئة بين فريقين من نفس المستوى تقريبا، لكننا نرى اليوم فريق يقوم حلو الكرة البينية خلف المدافعين. زها، يا لعيب يا لعيب، يا الله على هذا الهدف. شوف الكرة العالية، شوف وين أرسلها، في التسعين، في التسعين، الله على هذه الكرة. مباراة من طرف واحد والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك. كاين ووكر، حرفية باتجاه صلاح، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. أنطوني مارسيال، ويلفريد زاها، يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. الحكم يأتي الأفضلية، وصلت اللعب الآن بدون احتساب خطأ. يتقدم بالكرة نحو مناطق الخصم. دي بروين كان في موقف تسلل، حكم بيوقف اللعب ويحتسب الخطأ. فشل الفريق أيضا في مبدأ تحت الفرصة، وبالتالي هناك كرت أصفر. أنطونيو فالنسيا، تمريرة بتعود للاعب مرة أخرى، كرة بتضرب الخط الخلفي، ساني، ساني بيلعبها. فرصة للهجمة المرتدة الآن. كريستيان إريكسن، كرة بتستمر في اللعب بعد قرار الحكم بتطبيق مبدأ تحت الفرصة، بيرسل الكرة. كانتي، مارسيال، كرة بتصل وبتعدي من الخط الخلفي، تصدي جيد من الحارس، ربما تكون هذه الكرة الوحيدة اللي تصدى لها في المباراة. إيرنان كريسبو، كيفين دي بروين، داني روز، فرصة والكرة في وضعية الهجوم في هذه اللحظة. يان فيرتونخين،
دي بروين، دي بروين بيجرب تسويب أخطأ المرمى، مرت بالسلام على الحارس. تقترب المباراة من النهاية والجمهور لا يتوقف عن التشجيع، أجواء أقرب إلى الاحتفال لأن فريقهم قادر على أن يخرج من مباراة اليوم فائزا. ويلفريد زاها، أنطونيو فالنسيا، داني روز، فرصة كبيرة وانطلاقة نحو الأمام، يهرب، جميل الكرة البينية من دي بروين. حكم يحتسب رمي التماس، كانوا يبحثون عن الحصول على ضربة ركنية. كايل ووكر، كرة بتتحول من المدافع إلى خارج الملعب، رمي التماس. محمد صلاح، كريستيان إريكسن، تسديدة يا رب، كريستيان إريكسون، تسلي هاري كين، ويلفريد زاها، لروا الثاني. 7 دقائق فقط وتنتهي المباراة. يان فيرتونخين، محمد صلاح يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن، يضرب الآن، ممتاز التصدي، لم تنتهي الخطورة، الآن يستعد لتنفيذ الركنية. إريكسون بيلعبها في قبضة من حارس المرمى، تبعد الكرة، مدافع يقطع الطريق بكل فدائية، ضربة زاوية أخرى بقبضة حارس المرمى يخرج الكرة بعيدا. كانت مباراة من طرف واحد في أغلب فتراتها، من الصعب أن حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين، مارسيل بيلعبها، يا رباه، كرة في القائم، هيرنان كريسبو. من الصعب أن تنسى واحد، حلوة الكرة البينية خلف الدفاع، خروج موفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة. الحكم بيضيف دقيقتين للمباراة. يحتفظ بالكرة، يتقدم فيها في الهجوم، حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة. الحكم ينهي هذا اللقاء ويطلق صافرته. هذه